اهلا بكل الاهلاويه، تحياتي ليكم في بدايه حلقه جديده من السادسه ميشن اكومبليشد. والكلام هنا الحقيقه على الهدف الاهم اللي حققه النادي الاهلي من فوزه امبارح على المريخ السوداني بنتيجه 3-2. ولكن الحقيقه يمكن المباراه فيها كلام كتير جدا، والكلام مش مرتبط بس بسير المباراه او بالاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي على مدار المباراه، وهم سبعه كاتبهم بالورقه والقلم ومحددهم بالتفصيل. الكلام هنا مش انتقاد لاداء اللعيبه، الحقيقه باذله مجهود فوق طاقتها وما زال مطالب منها انها تطلع افضل ما عندها في موقعتين في منتهى الصعوبه، موقعتين لانك انت هتلعب كمان 48 ساعه مع بيراميدز في دوري بحثا عن النقطه 28 اللي مش بس تخليك ترجع تتصدر جدول الترتيب، لكن كمان تخليك تعدي بيراميدز بنقطتين وانت عندك مباراه مؤجله، وبيراميدز هو المنافس الاكبر ليك. اغلب الظن انه بيراميدز هيكون منافس الاهلي الموسم ده على بطوله الدوري، ومنها تروح لمواجهه في منتهى الصعوبه، تقطع القاره من اقصى الشمال لاقصى الجنوب عشان تلعب بعدها برضو بحوالي 48 ساعه او ب 72 ساعه لو استثنينا يوم السفر من الموضوع مع جنوب افريقيا او مع سان داونز في جنوب افريقيا، واحده من الماتشات الثقيله جدا في الموسم كله مش بس في بطوله افريقيا. لكن خلينا نقول عشان نرتب اوراقنا، والمشكله الحقيقيه ان احنا ما عندناش وقت نرتب اوراقنا. طبعا في عوامل كتير جدا بتحسم اي مواجهه مهما كان مستوى الخصم اللي بيلعب قدامك او المنافس اللي بيواجهك في المباراه. هنتكلم على التشكيل ماشي، هنتكلم على اختيار العناصر، على الامكانيات الفرديه، على الخطه والطريقه الامثل لمواجهه كل فريق. لكن الاهم من كل دول الحقيقه والمبدا الاساسي في كره القدم عشان تحقق اي فوز هو ازاي تستثمر وتستغل اخطاء المنافس. والحقيقه انه اخطاء الاهلي في الماتشات الاخيره مش بس في مباراه المريخ كانت كتيره جدا وتستدعي ان احنا يكون لينا وقفه. برضو باكد وبعيد وبكرر انه الهدف مش فكره الانتقاد بقد ما احنا بنتكلم على تصحيح المسار، لانه المشكله الحقيقيه اللي كان الله في عون الجهاز الفني بقياده مستر موسيماني انه ما عندوش وقت يقف ويراجع. احنا النهارده راحه عشان بعد 48 ساعه نلعب مع بيراميدز، عشان نسافر جنوب افريقيا ونلعب مع سان داونز. مساحه الوقت عندنا مش مفيش رفاهيه انك انت تقف وتصلح. ازاي تعمل ده وانت شغال؟ ازاي تعمل ده وانت مطلوب منك بشكل مستمر انك انت تفوز، ومع الفوز كمان لانه جماهير نادي الاهلي لا يكفيها الفوز فقط لكن كمان بتستنى متعه الاداء. والفريق الحقيقه بدا موسم اكتر من مبشر.